Hello grade 4, today we will talk about the final revision. النهاردة أولاد هنتكلم عن المراجعة النهائية لكونكت سنة رابعة. Connect grade 4 second term revision. نبدأ مع بعض الأسئلة بتاعتنا. Choose, اختر. Number 1, they often travel space car, by or in or on. خلي بالك باي كار، وقلنا ان قبل كده الترانسبورتيشن اللي هي وسائل المواصلات بيجي قبليها بروبوزيشن باي ما عدا كلمه فود بيجي معاها حرف الجر اون. نمبر 2 سبيس هير اند ويت فور ا جرين لايت، ايه وانتظر الاشاره الخضراء. انا هنا بقول له ستوب هير يعني انتظر هنا، اند انتظر الاشاره الايه الخضراء. خلي بالك ان الفعل بتاعي في المصدر ليه؟ عشان بدات بيه الجمله بتاعتي. نمبر 3 You need to space left and right. You need to space left and right. Look, looking, look. My answer is look لأن need معناها يحتاج، وهنا عندي need to ورا to بيجي الفعل في المصدر بدون أي إضافات اللي هو عندي هنا إيه look. Look need كمان بيجي وراها noun. خلي بالك في حالة عدم وجود to بيجي وراها noun. Number 4 The mail is home for different kinds of fish, birds and species. Cats, horses, turtles. النيل بيكون موطن او للانواع مختلفة من fish الاسماك والbirds الطيور and turtles اللي هي السلاحف. Number 5 I can't drink that tea. It's space hot. I can't drink that tea. It's space hot. أنا هنا بقول أنا لا أستطيع أن أشرب الشاي. معنى كده it's space hot. أختار two or two or many. عندي my answer is two. Two double O يا ولاد، عشان two الأولانية ده حرف جر بيجي وراه verb، لكن أنا عندي adjective يبقى هي هتكون two double O. Two هنا معناها جدا ويجي وراها adjective اللي هي الايه الصفة. Number 6 A train move on a space. Again, a train moves on a space, rail, water, air. My answer is rail. اللي هي السكة الحديدية. We go to the space to travel by plane. أنا بروح فين علشان أقدر إن أنا أسافر بالطائرة. Airport, station or bus stop. عندي airport هو المطار، station هي المحطة، وعندي bus stop موقف الأتوبيسات. طبعاً plane هتكون airport اللي هو المطار. We go to the airport to travel by plane. Number 8. We space wear a seatbelt in the car. We A. يا ترى هنختار ايه؟ انا عندي هنا wear فعل في المصدر، انا هنا بقول لك ايه انك ترتدي حزام الامان في السياره. يا ترى هيكون must or mustn't or can't. انا هنا بقول لك على شيء ضروري انك تعمله، اللي انا بقول لك ايه we must. يجب عليك انك ترتدي الحزام الامام في السياره. سبق وقلنا ان must و mustn't دي ضروره والزام، وده لازم يجي وراها الفعل في المصدر. انا عندي كمان كان وكانت بيجي وراهم فعل في المصدر، ولكن من الضروري ان هو ارتداء ايه حزام الامان في السياره. هيبقى we must wear a seat belt in the car. There's space no cars in the past. Was is where. طيب انا عندي هنا الجمله فيها كلمه من الكيوردس الداله على زمن الباس سيمبل الماضي البسيط اللي هي ذا باست، وعندي ديت كلمه من الكلمات الداله على الزمن، يبقى هختار عندي وير. ليه وير؟ عشان كارز دي بلولر، يبقى زير وير دو كارز ان ذا باست. نمبر 10 وي سبيس ايزلي تو ديفرنت انفايرومنت، انه من السهل ايه في مختلف البيئات. ميك ادابت تو دو. أدبت من السهل على الإنسان هو يتكيف حسب البيئة اللي بيتواجد فيها. The space is the groom's wife, bride, friend, queen. The bride اللي هي العروسة، هي بتكون زوجة العريس. Air pollution is very space safe, dangerous, useful. Air pollution تلوث الهواء بيكون very dangerous. خطير جدا على الإنسان والحيوان. Space is too much water on the land. Space is too water much water on the land. طبعا يبقى إيه من الكثير من المياه على الأرض. إيه الشيء اللي بيبقى فيه المية كتير جدا وتبقى زيادة عن اللزوم اللي هو flood اللي هو الإيه الفيضان. الفيضان. لكن عندي كلمة drought معناها جفاف اللي هي not enough water، ما بتكونش هناك في مية كافية. لكن pollution معناها تلوث. تلوث.
We can space trees to stop river erosion. طبعا نحن نستطيع زراعة ايه الأشجار عشان نوقف ايه تآكل الأنهار. هتبقى plant و plant هنا فعل في المصدر عشان قبلها في can. We space lots of songs. يا ترى هختار so felt sang. My answer is sang. We sang lots of songs. نحن غنينا الكثير من الأغاني. They went to buy a space of milk. They wanted to buy a space of milk. طيب هنا هختار كارتون اور بار اور باكيت. طبعا my answer is كارتون. كارتون اوف ميلك وديت من الكوانت فاير اللي هي الحاويات يا ولاد. We can buy كحك from a space. انا بقدر ان انا اشتري الكحك من بيكري اور هوتل اور سكول. طبعا من البيكري اللي هو المخبز. يبقى we can buy كحك from a bakery اللي هو الايه المخبز. People who write movies and stories are groom players authors. الناس اللي بتكتب الافلام والقصص هم مين؟ authors اللي هم المؤلفين. Egypt is the space for its history. Egypt is the space for its history. هتبقى famous for. مصر بتكون مشهورة بتاريخها. طبعا famous تاخد حرف الجر for. What space you do yesterday? What space you do yesterday? السؤال ده زي ما احنا شايفينه كده. ها ده سؤال. طيب نفتكر مع بعض اولاد تكوين السؤال. انا عندي عشان اعمل تكوين السؤال بتاعي ببدا بكويتشن وورد اللي هي كلمه الاستفهام. بعد كده بحط الهيلبنج فيرب والهيلبنج فيرب حسب زمن الجمله. بما اننا بنتكلم عن الباست سيمبل الماضي البسيط فهيكون الهيلبنج فيرب بتاعي ديد. بعد كده بحط السبجكت حسب الموجود عندي الفيرب ودايما الفيرب بتاعي بيكون انفينيتيف فعل في المصدر بدون اي اضافات. طيب يسترداي دي من الكي ووردز اللي هي بتدل على الزمن. طيب هي ممكن تتواجد على طول؟ لا مش شرط ان هي تتواجد على طول ولكن وجودها بيقول لي ان انا في زمن الباست سيمبل. هنا هختار what did you do yesterday. ماذا انت فعلت بالامس. Flood is too much space on the land. الفيضان بيكون كثير من ايه على الارض. هيكون كثير من water المياه. Coal, oil and gas space the environment. الفحم والبترول والغاز بيكون ايه احنا للبيئة. عارفين ان دي كلها اشياء بتكون harm يعني مضرة او ضارة للبيئة. Space is bad for our environment. ايه الشيء السيء بالنسبة للبيئة بتاعتنا. Celebration or pollution or information. اكيد هيبقى pollution اللي هو التلوث. ده شيء بيكون bad للبيئة اللي احنا عايشين فيها. Remember to space a red shirt for the party. تذكر ايه القميص الاحمر for the party من اجل الحفلة. اكيد هقول لك تذكر انك ترتدي القميص الاحمر من اجل الايه الحفلة. وعندي هنا تو بروبوزيشن حرف جر بيجي وراها فعل في المصدر بدون اي اضافات. يبقى هختار ايه وير. عندي remember to wear a red shirt for the party. تذكر ان انت ترتدي التيشيرت الاحمر للحفلة. The Muslims space during the day in Ramadan. المسلمين بيعملوا ايه اثناء اليوم في رمضان. Fast يعني بيصوموا. I space too much candy. I felt sick. انا عندي هنا الجملة التانية فيها كلمة felt. دي الريجولار فيرب فعل غير منتظم لان عندي المصدر بتاعه feel. فهو في الماضي اتحول لفيلت. معنى كده ان زمن الجملة اللي قدامي زمن الماضي. احنا في الماضي البسيط. طيب I ate too much candy. I felt sick. انا اكلت الكثير من الحلويات. انا شعرت بالايه بالمرض. The city is full of space lights. The city is full of space lights. طبعا المدينة بتكون مليئة بالأضواء bright lights اللي هي الأضواء البراقة ودي كانت من ضمن الجمل اللي جوه الماوس city. Give me a space of chocolate please. طيب احنا هنا a space of chocolate هقول ايه a bar of chocolate please. طبعا quantifier يا ولاد حاويات وكلمة الشوكولات بيجي معاها a bar of chocolate يعني مكعب او قالب من الشوكولاتة. Egyptian people are very space. اجابتي عندي
hospital ولا sweet ولا hospitable؟ الإجابة بتاعتي هتكون are very hospitable، يعني من الناس اللي هي المضيافة أو كريمة الضيافة. When we go online we leave a space. لما أنا أكون على الإنترنت أنا بترك إيه؟ footprint، fingerprint، photo. طبعا my answer is footprint. بسيب أثر ليا. Glass and space are elements in cell phone. Glass and silica. سلكة ديت عناصر وأشياء موجودة جوه السيلفون اللي هو الهاتف الخلوي. You should use space password. طيب أنا بقول لك إن أنت لازم إن أنت تستخدم إيه باسورد؟ لازم أستخدم باسورد strong. قوي. خلي بالك قبل كده كمان أخذنا كلمة should و shouldn't وقلنا إن should و shouldn't ديت الأدفايس للنصيحة. لما اجي اعمل نصيحه لشخص او لانسان قدامي بستخدم شود وشود. طيب شود معناها ينبغي ان وشودنت لا ينبغي ان. خلي بالك عشان انت اخذت كمان ماست وماسنت اللي هي يجب ان ودي ضروره والزام. طيب يبقى هتبقى يو شود يوز سترونج باسورد، يعني انت ينبغي ان تستخدم كلمه مرور قويه. ذا سبيس بيبل ليف ان ذا ديزرت، مين الناس اللي بتعيش في الايه في الصحراء؟ هيكون انويت، بدوين، ايجيبشن. اجابتي هتكون بدوين. ذا بدوين بيبل ليف ان ذا ديزرت. ذا وورد ديفايتد مينز سبيس. طيب الكلمه ديت معناها مسرور. مسرور طبعا هتبقى هنا بليزد. بليزد نفس المعنى بتاعتي اللي هي مسرور. لوك ات ماي سبيس كايت، it's yellow red and green. بيقول لك هنا انظر الى طيارتي اللي ايه وهي بتحتوي على حمراء وبرده ايه خضراء. احنا شايفين ان هي كثيره الالوان فهنقول عليها colorful، يعني ملونه او كثيره الالوان. I saw two space in the old room. My answer is mice. انا شفت اتنين من الفيران موجودين في ايه الغرفه الايه القديمه. اخترنا هنا البلولر اولين عشان عندي نمبر 2 طبعا ما ينفعش وراها سنجلر ناون فهختار مايس. I hurt my leg it's very space. I hurt my leg it's very space. هنا helpful color careful ولا painful؟ طبعا painful يعني مؤلمه. It's not healthy to drink 3 space bottles of juice, slice of cake, bars of chocolate. طبعا عندي هنا drink بيقول لك من اللي هو شيء من غير صحي اللي انت تشرب 3 bottles of juice. Children should space other things. My answer is do. انا وانا بقول لك ان الاطفال ينبغي ان يعملوا اشياء ايه اخرى. You space keep your room clean. انا هنا بقول لك you ايه you should يجب عليك انك تحافظ على غرفتك ان هي تكون ايه نظيفة. Rearrange رتب. Number one chopped was very he. طيب انا هبدا اجابتي بي هي. بيقول لي start with subject هي. خلي بالك لما بيجي لي جمل الري ارينج ببدا بالجمله اللي او الكلمه اللي هي حاطط لي تحتيها اندرلاين. هنا بيقول لي start with هي هقول هي واز فيري شوكد، يعني هو كان مصاب او مصدوم جدا. نمبر 2 swim you can't here. انا هنا هبدا بيو هقول ايه you can't swim here. Number 3 you go did school to yesterday. Start with did هنا هقول كده هبدا جملتي ده سؤال طبعا هقول did you go to school yesterday. Did you go to school yesterday يعني هل انت ذهبت الى المدرسه بالامس. Number 4 the long is how long question mark. انا هنا عندي سؤال هبدا بيه how long وهقول كده how long is the Nile يعني كم طول النيل. Traveling water I on love. Start with I وهقول كده الجملة بتاعتي وهتبدأ I love traveling on water. أنا بحب السفر
على الماء، على الماء. خلي بالك كلمة love يا ولاد جاي وراها verb plus ing، عشان love و like من الأفعال لما بيجي وراها فعل بيجي لازم نحط له ing في آخر الفعل. I love traveling on water، أنا أحب السفر على الماء. Number 6 they on careful be roads. طيب انا هبدا هنا start with كلمه be، هقول be careful on the roads، يعني كن حذر او كن حريص على الطرقات وانت ماشي في طريق، لازم الانسان يكون حريص. Number 7 sent to I an email my friend. انا هبدا هنا اجابتي be I send an email to my friend، انا ارسلت الايميل لصديقي. Like people climate temperate، هقول هنا start with people وهقول people like a temperate climate، يعني الناس بتحب اللي هي المناخ المعتدل. Number 9 trash we to send landfill، انا هنا هبدا اجابتي ب we، هقول we send trash to landfill، انا برسل ايه القمامه لمكب النفايات. Number 10 clean is hydroelectricity and cheap، هنا start with hydroelectricity. Hydroelectricity is clean and cheap، يعني بيقول لي ان الكهرباء اللي هي الكهرومائيه بتكون نظيفه وكمان رخيصه. وممكن برضه اقول hydroelectricity is cheap and clean. يعني ما فيش مشكله انك تبدل الايه الاجابات الصفات اللي عندي. Number 11 password share your don't start with don't، هبدا واقول كده don't share your password، يعني لا تشارك كلمه المرور بتاعتك. Delicious or كحك cookies، انا هبدا اجابتي بقى اقول كحك or delicious cookies. Match وصل. People كحك. Number 2 cars make. Number 3 I should keep. Number 4 flood. على الجانب الآخر my password secret to celebrate air pollution too much water on land. طيب انا هبدا كده اقرا الجانب الاولاني، اقول people eat كحك، الناس بتاكل الكحك. هنوصلها هنا للجانب الثاني اللي هي to celebrate لكي الاحتفال. cars make السيارات بتقوم بعمل air pollution اللي هو تلوث الهواء، من اسباب air pollution من اسباب تلوث الهواء. I should keep انا لازم ان انا احافظ على my password secret، ان انا احافظ على كلمة السر بتاعتي بتكون ايه سرية. flood طبعا هتتوصل قدامها ب too much water on land، كثير من الماء على الأرض. نكمل مع بعض الماتش. number 1 كيمونز have amazing eyes. number 2 playing computer games all the day. number 3 use a profile picture. number 4 what are you doing مونا. الجانب الثاني is not healthy for the children. I am doing my homework about chameleons and they can see all around. That doesn't show your face. number 1 chameleons have amazing eyes، هنوصلها هنا للجانب الاخر بايه، عندي الاجابه بتاعتي هتكون and they can see all around، هي برضو بتقدر انها تشوف كل حاجه حواليها. بلاي كمبيوتر جيمز اول ذا داي، طبعا شيء بيكون از نوت هيلثي فور ذا تشيلدرن، شيء غير صحي بالنسبه للاطفال. يوز ا بروفايل بيكتشر، استخدم صوره الغلاف. ذات دازنت شو يور فيس، ان انت ما تظهرش فيها وجهك. نمبر 4 وات ار يو دوينج منى. اي ام دوينج ماي هوم ورك اباوت كاميليونز، انا بعمل واجباتي عن الحرباء. نكمل مع بعض الماتش. Number 1 I go to school on. Number 2 he didn't stop because. Number 3 in China they have. Number 4 we can cycle. على الجانب الثاني electric buses.
he was going to fast foot to school. نقرا مع بعض الاثنين بقى عشان نعرف. Number one بيقول لي I go to school on, طبعا عندي preposition on هتبقى on foot. Number two, he didn't stop because he was going too fast. Number three, in China they have electric buses. We can cycle to school. نكمل مع بعض. Number one, special means. Number two, everything was red. Number four, have of the Egyptians. Number four, Egypt is famous. الجانب التاني عندي هنا are under the age of 30 for its history in La Tomatina festival having something that nobody else has. Number one بيقولي special means اللي هو التميز او التخصص ده بيعني having something that nobody else has, يعني بيكون لديك شيء او عندك حاجة مش بيمتلكها شخص اخر. Everything was red. كل شيء أصبح كان أحمر. In La Tomatina festival, في مهرجان الطماطم. Number three, have of the Egyptians. نصف المصريين بيكونوا under the age of 30. بيكونوا تحت سن الثلاثين. Number four, Egypt is famous for its history. مشهورة بتاريخها العظيم. Look and answer. نبدأ نوعية جديدة أولاد من الأسئلة, ودوت السؤال اللي هو look and answer بيجي لك question سؤال قدامه picture صورة, والمطلوب منك إن أنت تدقق كويس الصورة عشان تبدأ الأنسر بتاعتك. Number one. How do you go to school? أنت إزاي بتروح إلى المدرسة أو إزاي تذهب إلى المدرسة؟ بص كده للصورة اللي قدامك, قدامك صورة car, من المطلوب منك إن أنت تذكر وسيلة المواصلات وتحط قبليها حرف الجر. How do you go to school? كيف تذهب للمدرسة؟ هتقول هنا I go to school by car. I go to school by car. وممكن يبقى فيه short answer هقول by car. By car. يعني الإجابتين ممكن تكتبهم, تكتب واحدة منهم. Number two, is this a slice of a slice of cake? Is this a slice of cake? هل هي بتكون شريحة من الكيكة؟ طبعا أنا هنا قلت احنا شايفين قدامنا الصورة ده bar of chocolate, ده مكعب او قالب شوكولاته, فطبعا اجابتي هتكون نو. ليه بدات بنو يا اولاد؟ عشان عندي ايز في اول السؤال, واحنا عارفين ان ايز معناه هل في اول السؤال, لازم كلمه او اول اجابتي تكون يس اور نو. بما ان الصوره عكس الكلام فهقول نو ات ازنت, لا هي ليست كذلك. نمبر 3, وات از ذيس, ما هذا؟ وات از ذيس, احنا شايفين صوره ايه يا اولاد قدامنا؟ ديزرت. طبعا هنا في اجابه السؤال انا هنا مش محتاجه الكويستشن وورد اللي هي كلمه الاستفهام, ولا محتاجه الكويستشن مارك. أنا عندي هنا is و this. Start with this. هبدأ بـ this is a dessert. This is a dessert. إجابة سليمة. ما ننساش أداة التنكير اللي عندي اللي هي a قبل الكلمة. Can you ride a bike? هل أنت ممكن, هل أنت بتسوق العجلة أو أنت راكب العجلة؟ طبعا الصورة الموجودة عندي هي صورة إيه؟ تاكسي. Car أو تاكسي. طيب can you ride a bike, خلي بالك can من question word او الكلمات اللي بتبدا بيها السؤال بيكون معناها هل تستطيع انت ركوب الدراجه. طبعا ده مش دراجه خالص, فهقول no I can't. No I can't. Did you visit the high dam, هل انت زرت السد العالي؟ طبعا اسرائيل السد العالي, فانا هقول ايه؟ yes yes I did, نعم انا كذلك. جديد في اول السؤال نفس الكلمات اللي بتبقى معناها هل, بس دوت في زمن الباست سيمبل, في زمن الماضي البسيط, فهقول yes I did. نكمل مع بعض. What is this? طيب الصوره اللي قدامي دي صوره ايه؟ سيلفون. هقول له this is a cell phone. ممكن يبقى فيه شورت انسر يا اولاد, او ممكن يبقى فيه شورت انسر, هقول على طول a cell phone. نمبر 7, What can you see? ماذا أنت تستطيع أن ترى؟ دي صورة إيه؟ كروكودايل ولا نايل كروكودايل؟ اللي هيقول كروكودايل صح, اللي هيقول نايل كروكودايل بردك صح. I can see the Nile crocodile, أنا أستطيع رؤية تمساح النيل, ولو ذكرت وقلت على طول the Nile crocodile ده شورت أنسر بردك صح. Number 8,
بانكتويت علامات الترقيم. احنا عارفين ان علامات الترقيم دي البانكتويشن اولاد اللي هي القواعد الاساسية لكتابة الجملة السليمة. بيبقى عندي في شروط لكتابة الجملة، اول حرف لازم يبقى كابيتال، نهاية الجملة لازم اقفل بابي سواء كان بفول ستوب او كوتشن مارك. طيب في كمان عندي البروناون اي، منين ما يتواجد في الكلام لازم يبقى حرف كابيتال، البروناون اي الضمير انا وليست الحرف اي. طيب ايه كمان عندي؟ اسماء البلاد كابيتال، اسماء البني ادمين كابيتال، اي شخص اسم شخص يبقى لازم يكون كابيتال في اي مكان في الجمله. الجمله اللي قدامي بتقول اتس ا جريت انفايرمنت، طبعا زي ما قلنا لازم تكون بدايه الجمله عندي بتكون كابيتال، كابيتال يبقى انا هكبر ليدر اي. الباب عندي مش مقفول لازم نقفله يا اولاد، خلي بالك هقفل هنا بايه؟ فول ستوب. ليه؟ اشمعنى؟ عشان ايه؟ عشان دي سنتنس عاديه مش سؤال، لازم اقرا كويس قوي الحاجه اللي قدامي عشان بمر على كلمه تتكبر، بمر على كلمه كلمه جوه الجمله عشان بتبقى في حاجات موجوده لازم تتكبر جوه الكلام. طب لو ما فيش خلاص، ما هي الجمله انا عملتها وظبطتها. الجمله الثانيه نمبر 2 هاني ووز ان هاري. طيب انا لازم ابدا اول الكلام عندي بيه ان انا اكبر اول حرف اللي هو الاتش، وكمان هاني دوت اسم الشخص شخص، ولا عارف ان انا اسم الشخص في اي مكان في الكلام بتاعي لازم اول حرف يكون كابيتال. ذا لاست اوف ذا سنتنس، نقرا مع بعض كده هاني ووز ان هاري، مفيش اي حاجه تاني تكبر. طيب دي جمله سنتنس اور كويشن؟ لا دي جمله عاديه، هاني ووز ان هاري، هاني كان في عجله من امره، وهقفل بفول ستوب. نمبر 3 نكمل مع بعض البنكتويت. What do you know about the Nile؟ طيب انا هنا عندي بدايه الكلام هبدا بان انا اكبر اول حرف اللي هو واو، ذا فيرست ليدر لازم يبقى كابيتال دبليو. ايه كمان؟ اكمل قرايه دو يو ما فيهاش اي حاجه، about نو اباوت ما فيهاش اي حاجه، ازاي ما فيهاش اي حاجه، نايل نايل ده اسم النيل طبعا لازم يكون اول حرف فيه كابيتال، الان لازم تبقى كابيتال. نقفل الجمله بتاعتنا، ده كويتشن ولا جمله عاديه؟ لا ده طبعا كويتشن، بادئ بايه؟ كويتشن وورد اللي هي وات، عشان كده بحط كويتشن مارك في اخر الجمله. نكمل مع بعض. I played a game online with my friend in Cairo. اقرا كويس، نبدا نقرا بالراحه. عندي هنا بدايه الجمله I، ده البروناون I يا اولاد، خلي بالك وانا قلت لك منين ما يتواجد في اي مكان في الجمله لازم يبقى كابيتال، وكمان ده بدايه الجمله فهخليه كابيتال. لازم اقرا اللي قدامي كويس. played a game ما فيهاش حاجه، ما فيهاش حاجه. With my friend in Cairo. Cairo ده كايرو ده اسم محافظه لازم تبقى كابيتال. اخر طبعاً الجمله هقفل بفول ستوب عشان بادئ بالبروناون اي اللي هو انا، ودي سنتنس عاديه. ريد اند انسر، اقرا واجب. نرى مع بعض الباسج الموجوده قدامنا. بقول last week we went to Damietta to see grandma and grandpa who live by the sea. انا بقول ان الاسبوع الماضي احنا ذهبنا الى دمياط عشان نشوف جدي وجدتي اللي عايشين باي سي، باي جوار البحر. وي سوام ان ذا سي، نحن عمنا في الايه؟ في البحر. ويتش ووز ديب اند بلو، اللي هو كان عميق جدا ولونه ازرق. وي سو لوتس اوف فيش، شفنا الكثير من الاسماك. جراند با كوت افيش، اصطاد سمك. ويتش جراند ما into a lovely dish، بينما كانت جدتي بتعمله في افضل طبق او في احلى طبق. we ate the meal and had a healthy dessert، احنا كمان تناولنا الوجبه بتاعتنا وتناولنا كمان اللي هي التحليه الصحيه. apples and frozen yogurt اللي هي التفاح وكمان الزبادي المجمده. we saw some old photos، كمان احنا راينا بعض الصور القديمه. and sang a song، وكمان غنينا اغنيه. But time was short، ولكن التايم كان الوقت قصير جدا. The day wasn't long، اليوم ما كانش طويل خالص. We felt happy، ونحن شعرنا بالسعادة. It was a day to remember، إنه كان يوم نتذكره. We will go again soon early September، وسوف نذهب قريبا هناك في بداية إيه؟ سبتمبر. Check true or false. Number 1 we went to Damietta to see our friends، احنا رحنا دمياط عشان نشوف اصدقائنا. طبعا الانسر بتاعتي هتكون فولس عشان احنا رحنا لايه؟ to see our grand parents، نرى اجدادنا الاثنين جراند ما اند جراند با. Number 2 we had unhealthy dessert، احنا تناولنا
الغير تحلية صحية، غير صحية. طبعا الانسر از فولس، احنا تناولنا هيلثي ديزرت اللي هي تحلية صحية. In the sea we saw lots of jellyfish، في البحر رأينا الكثير من قناديل البحر. طبعا ماي انسر هتكون فولس، احنا رأينا الكثير من انواع الاسماك اللي كانت موجودة هناك. Read on the answer. The second passage. قطعة تانية. Air pollution is very dangerous for us. التلوث الهواء بيكون خطير جدا بالنسبة لينا. Some cities are trying to stop the air pollution. بعض المدن بتحاول ان هي توقف تلوث الهواء. In England. في انجلترا. The children walk or cycle to school. في انجلترا ان الاطفال هم بيمشوا او ان هم ايه بيركبوا مثلا زي دراجة to school للمدرسة. In China they have electric buses. في الصين هم بيمتلكوا ايه اتوبيسات الكهرباء كهربائية. These buses don't make air pollution، ما بتعملش تلوث إيه الهواء. اتوبيسات لا تفعل تلوث في الهواء. ماشي. In Egypt farmers، في مصر الفلاحين stopped burning rice straw. الفلاحين في مصر بيوقفوا حرق قش الرز. Check true or false. Number one, air pollution is good for us. احنا عارفين ان تلوث الهواء ده بيبقى شيء bad or good. طبعا هو bad. bad. هو الاجابه السؤال عندي بيقول لي ان هو good. لا طبعا هتبقى اجابتي تبقى ايه؟ false. false. Number two, electric buses don't make air pollution. الاتوبيسات الكهربائيه ما بتعملش تلوثات في الهواء. طبعا دي true. اجابه سليمه 100%. Number three, In England the children walk to school. في انجلترا الاطفال بيمشوا للمدرسه. طبعا اجابتي سليمه وموجوده جوه الباسج بتاعتي. Number 4. In Egypt farmers are burning rice store. الفلاحين في مصر بتعمل ايه؟ بتقوم بحرق قش الرز. طبعا اف لا ده هنا هم ستوب دول وقفوها. My answer is F. False. False. Read and answer. Egypt is a big country that is rich in culture and history. مصر بتكون بلد كبيرة وهي بتكون كمان غنية بالثقافة بتاعتها وتاريخها. There are many things that make Egypt special. في هناك العديد من الأشياء التي تجعل مصر بتكون مميزة. The food in Egypt. الطعام في مصر is wonderful. بيكون رائع. فول مدمس، كباب and كشري. Are the most famous traditional foods. طبعا الأطعمة زي الفول المدمس والكباب وكمان الكشري بتكون من معظم traditional foods اللي هي الأطعمة التقليدية in Egypt في مصر. The people in Egypt. الناس في مصر are friendly. بتكون ودودة جدا. And hospitable وكمان مضيافة. We like our visitors. نحن بنحب الزوار بتاعنا to feel welcomed عشان يحسوا ان هم مرحب بيهم او مترحب بيهم جوه البلد بتاعتنا in our country في بلدنا. Check true or false. Number one, Egypt is a big country with a rich history. مصر بتكون بلد كبيرة جدا ومليئة بالتاريخ بتاعها. طبعا ايه؟ اجابتي true. Number two, the Egyptian foods taste bad. الطعام المصري أو الأطعمة المصرية له مذاق سيء. المذاق بتاعها سيء. طبعا false. It's wonderful. خلي بالك إن الباسج بتاعتك ممكن تكون فيها اللي هي true false، وممكن كمان يكون فيها نوعية تانية من الأسئلة اللي هي answer. Number one بيقول هنا What are the most famous traditional foods in Egypt؟ هي بتكون أكثر الأطعمة التقليدية الموجودة في مصر. طبعاً اتذكرت جوه القطعة يا أولاد، وعندي فول مدمس، كباب أند كشري، في كذا طعام اتذكر جوه القطعة. Number 4. How is the food in Egypt؟ الطعام في مصر عامل إزاي؟ بيكون wonderful رائع. Read and the answer. ناخد قطعة كمان. بقول yesterday we had a picnic in the park. We went to celebrate our friend Nader's birthday. Yesterday امبارح احنا رحنا اتعملنا حفلة او رحلة خلوية كبيرة في الحديقة، واحنا ذهبنا عشان نحتفل بايه؟ بعيد ميلاد صديقنا اللي اسمه نادر. We played
hide and seek. احنا لعبنا لعبة الاستغماية. نادر was the seeker. نادر كان الباحث الاول. And we were the players. واحنا كنا اللاعبين. He closed هو قفل his eyes عيونه and counted to 10 وعد بدأ العد حتى العد 10. We hid and Nader tried to find us. احنا استخبينا ونادر حاول هو يلاقينا. Nader found Mona and she became the next seeker. نادر لقى منى واصبحت هي الباحث اللي هتيجي بعد نادر على طول. I was the winner because he was the last one left. علي هو الفائز اللي هو اخر واحد كان موجود. We enjoyed the picnic so much. احنا استمتعنا بالحفلة بتاعتنا او بالرحلة بتاعتنا كثيرا. Read and put true or false. Number one, we had a picnic last week. احنا قمنا بالرحلة دي last week. طبعا false عشان هي كانت yesterday. Number two, Mona is the winner. طبعا false برضو. لان علي هو علي هو was the winner. هيجيلي answer او ممكن تجيلي answer جوه القطعة بتاعتي. السؤال بيقول لي كده نمبر 3 هو was the first seeker. مين كان الباحث الاول؟ طبعا نادر. نمبر 4 هو was the winner. مين اللي كان الفائز؟ علي. هو علي. fill in the gaps with words from the list. طبعا احنا عارفين ان السؤال ده يا اولاد بيجي لي مجموعه كلمات فوق هي المطلوب مني ان انا اقراها كويس قوي واترجمها وابدا بعد كده هاخد منها واكمل النقط اللي عندي جوه القطعه اللي هتجيلي. ما بنجيبش اجابات من بره يا اولاد. الاجابات بتكون قدامي المطلوب مني قراءتها كويس وترجمتها. طيب عندي trains يعني قطارات. walk يعني يمشي. excited متحمس. pollution تلوث. وعندي بلكوني اللي هي البلكونه. تعال نقرا مع بعض القطعه كده. I talked to my family about what we can do to reduce air. طبعا هنا انا تحدثت مع عائلتي عن ان احنا ازاي نقدر ان احنا ريديوس نقلل من اير اير بولوشن اللي هو تلوث الهواء. وي كان يوز ذا باسز اند ترينز مور. ممكن انا استخدم الاتوبيسات والقطارات بتكون ازيد من اي وسيله ثانيه. وي كان هاف ميني بلانتس اون اور بلكوني. طبعا النباتات من النباتات في البلكونات بتاعتنا. وي كان سبيس اند نوت اولويز جو باي كار. We can A, we can walk. نحن نستطيع المشي أكثر من أننا نرتدي أو سوري ناخد كمان السيارة معنا. I am excited. أنا كنت متحمس أو أنا أكون متحمس. القطع اللي بعد كده. Fill in the gaps with the words from the list. أنا عندي لك كلمات اللي هو مديهالي اللي هي كلمة long, long. different, longest. نقرا مع بعض كده. The Nile is the space river in the world. طبعا هتبقى the longest river in the world. النهر النيل هو بيكون أطول أنهار العالم. It's about 6,670 kilometers long. It has space kinds of fish. طبعا different kinds of fish, birds and turtles. طيب تاني. The Nile is the longest river in the world. إن نهر النيل بيكون أطول أنهار العالم. It's about 6,670 وهي بيكون طوله عبارة عن 6,670 كيلومتر long. It has different kinds. هو بيكون عنده أو بيمتلك أنواع مختلفة of fish, birds and turtles من الأسماك والطيور وكمان الترتلز السلاحف. القطعة اللي بعد كده أولاد. Solar research recycle beaches environment. طيب I do some A about how we can help the space. I do some research. أنا بعمل بعض البحث عن كيف نستطيع مساعدة environment البيئة. We should use space energy. Solar energy اللي هي الطاقة الشمسية. We can fix all the things. إن ممكن أصلح الأشياء القديمة. We can space all the toys. أعمل recycle. أعمل إعادة تدوير للألعاب القديمة. And other things وأشياء أخرى. So they have a new life. لذلك إحنا بنديهم حياة جديدة. We should clean up. أنا ممكن أنظف أو إحنا ممكن ننظف our
beaches شواطئنا to save our world عشان اقدر احمي العالم اللي احنا عايشين فيه. نقرا القطع تاني كلها على بعضها اولاد. I do some research about how we can help the environment. We should use the solar energy. We can fix all things. We can recycle all the toys and other things. So they have a new life. So we should clean up our beaches to save our world. نكمل مع بعض. I spaced to wedding party last night. I went to أنا ذهبت إلى حفلة زفاف last night الليلة الماضية. People in the party الناس في الحفلة ate lots of cakes أكلوا الكثير من الكيكس اللي هي الكعك and cookies. There were the most delicious food. كان يوجد هناك أكثر الأطعمة اللذيذة. Teacher first toys nervous backpack. When I went to school, I was only 6 years old. My first day was a good one. My answer هتكون my first day was a good one. كان أول يوم ليا يوم كويس. I was nervous. أنا كنت متوتر قليلا. I didn't play with toys. أنا ما لعبتش بلعبي at school. But I carried my backpack. ولكن أنا حملت حقيبة الزهر بتاعتي. I like my school because my teacher is very kind. لأن معلمي كان لطيف جدا. Write a sentence. اكتب جملة. احنا عارفين السؤال ده بيجي لي صورة أولاد والمطلوب مني ان انا اكتب عليها جملة. ممكن اكتب عليها جملة جملتين حسب انا ما عارف. هي مطلوب منك جملة واحدة. طيب الصورة اللي قدامي زي ما احنا شايفين كده دي صورة رجل اطفاء بيطفي حريق. طيب احنا ممكن نقول I can see the fire. انا استطيع ان ارى fire اللي هي النار. ممكن اكتب جملة تاني. ممكن اقول he is a fireman. هو بيكون رجل اطفاء. طيب الجملة او الصورة التانية عندي صورة drought اللي هو الجفاف. هقول ايه؟ There is the drought. يوجد هناك جفاف. زي ما احنا شايفين الارض جافة جدا. الصورة الثالثة صورة bus. هقول it's a bus. هو بيكون اتوبيس. نكمل مع بعض. ده صورة قدامي. هقول phone. It is a cell phone. هذا بيكون هاتف محمول. صورة desert. It's a desert. انها صحراء. It's a mistake. انه بيكون خطأ. Look and write a paragraph for some sentence about your day. اكتب لي باراجراف مكون من 4 جمل عن يومك. طبعا انا لازم اراعي كتابة الباراجراف في شوية تعليمات احنا لازم نتبعها. لازم اسيب مسافة بداية كتابة اول جملة. لازم the first letter يكون capital ولازم انهي الكلام بتاعي بالجملة. كل جملة ابتديها لازم انهيها بفول ستوب. لازم اراعي ان انا لو لقيت اسماء اشخاص لازم يكونوا كابيتال. البروناون اي مدن اسماء محافظات لازم يكون ذا فيرست ليتر يكون كابيتال. كمان يا اولاد لازم نلتزم بمجموعه الكلمات اللي هو عطاها لنا فوق وندخلها جوه الجمل بتاعتي. طيب انا عندي مجموعه الجمل بتاعتي جيت اب يعني يستيقظ من النوم سكول مدرسه بلاي يلعب واتش يعني يشاهد. طيب هبدا هنا واقول ست مسافه في بدايه الكلام بتاعي. اول حاجه هقول اي جيت اب ايرلي. طيب احنا عندنا الجملة التانية هقول I go to school. انا اذهب الى المدرسة. خلي بالك انا بستخدم الكلمات اللي مكتوبة اللي عطيها لي فوق الهيلمنج ووردز بتاعتي. طيب الجملة اللي بعد كده هقول I watch the TV. انا بشاهد التلفاز. نستخدم كلمات I play with my friends. انا بلعب مع اصدقائي. ممكن ازود جمله واقول I have a nice time at home. انا بقضي وقت لطيف في المنزل بتاعي. سنه رابعه احنا مش لازم نكتب بس 4 جمل. لا ممكن اكتب اكتر من جمله علشان اقدر ان انا اجيب درجات اعلى واراعي كتابه علامات الترقيم جوه الباراجراف. ولازم اخد بالي من كل كلمه احنا قلناها في كتابه الباراجراف. طب نشوف اذا سكن write look and write a paragraph of 4 sentences about what you can do in your city.
or village to stop pollution. ماذا تستطيع أن تفعل في مدينتك أو القرية لتوقف التلوث؟ عندي solar power اللي هي الطاقة الشمسية، walk يعني يمشي، plant يعني يزرع، buses and trains اللي هي الأتوبيسات والقطارات. هستخدم طيب. أول حاجة هقول we can use solar power، ممكن نستخدم إيه الطاقة الشمسية. We can walk to school، أنا هستطيع إن أنا أمشي إلى المدرسة. We can plant trees، نحن نستطيع زراعة الشجر. اللي بعد كده we can use buses and trains، نحن نستطيع استخدام القطارات والأتوبيسات. نكمل مع بعض. A paragraph of four sentences about شم النسيم، هكتب أنا paragraph عن شم النسيم. عندي مجموعة كلمات بتساعدني لكن spring colored eggs bark play. هقول شم النسيم is in spring، بيكون فصل الربيع. I go to the park، أنا بذهب للحديقة. I play with my friends، أنا بلعب مع أصدقائي. I eat colored eggs، أنا باكل البيض الملون. Look and write a paragraph of four sentences about my special day. What was the special day؟ السؤال الثاني. Who was there؟ Why was it a special day؟ وآخر سؤال عندي هنا بيقولي What did you eat؟ وعندي what did you drink، انت اكلت ايه وكمان شربت ايه. هنا عايزني ان انا اكتب الباراجراف كعباره عن رد على الاسئله اللي كانت موجوده قدامي، فانا هكتب واقول ايه. سنه رابعه I gave my birthday party، there were all my friends. I love my birthday، انا حبيت يوم عيد ميلادي. We ate cakes. We drank juice، ونحن شربنا العصير. Good boy, grade 4. Good boy. Thank you.